الاهلي يا ناصر، برحب بيك ومبروك يا ناصر النهارده الاداء والمباراه. كالعاده انا عايز اكلمك على ادائك يا ناصر، في تركيز كبير، ناصر يمكن عنده مجهود كبير، عنده الشخصيه، عنده ثقه. ناصر الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله تكون من نصيبك. حابب تقول يا ناصر على التركيز اللي انت فيه ده الاول قبل ما اكلمك عن الماتش. طبعا الحمد لله على المكسب النهارده، فوز مهم احنا دايما بقالنا فتره الحمد لله كابتن يوسف بيدينا تعليمات كويسه جدا بنقدر ننفذها في الملعب، ان احنا نادي بشكل كويس وانك تادي بشكل كويس هتيجي النتيجه، هو ده اللي مركزين عليه. فالحمد لله اللعيبه النهارده كلها عملت مجهود كبير والحمد لله على المكسب. انت رحت لمين بعد الجول؟ انا رحت لعلي، علي لطفي. اكيد قالك هتجيب جول. علي حبيبي يعني. زي ما بقول لك يا ناصر، يمكن انت ادائك الفتره اللي فاتت بجانب اللعيبه في اداء وفي تركيز وشخصيه كبيره جدا، عايز اكلمك على المرحله دي، مرحله مهمه فيها مباريات كثيره جدا، فيها تحديات كبيره جدا. ناصر واحد من ابناء النادي الاهلي، بتشوف المرحله دي ازاي؟ طبعا انا في النادي الاهلي احسن نادي في افريقيا، فطبيعي ان يكون في تركيز كبير جدا على طول دايما، هو ده طبيعتنا وهي دي هي دي الشخصيه بتاعتنا وشخصيه النادي الاهلي، انك في كل ماتش وفي كل تمرينه حتى بنتمرنها بتبقى مركز بشكل قوي جدا، والحمد لله يعني على الفوز، هو ده هدفنا يعني، هو هدفنا دايما على طول يعني. شوف كابتن سيد وكابتن يوسف بيتكلموا معاك في ايه بشكل شخصي قبل المباريات؟ انا عارف ان بيبقى في دعم وتحفيز كبير لكل الفريق، لكن انا بكلمك بمستوى الشخصي او بشكل شخصي بيتكلموا معاك فيها كابتن ناصر؟ لا هم طبعا والله بصراحه يعني كابتن سيد وكابتن يوسف بيتكلموا معايا كتير جدا، الثقه وانك لعيب كويس وتقدر تفيد النادي الفتره اللي جايه، وطبعا انا بسمع يعني بحاول استفيد من خبراتهم طبعا، وبقدر يعني بحاول اقدر انفذ في الملعب يعني اللي بيقول لي عليه. قدر النادي الاهلي ان هو هيقفل الصفحه دي خلاص بكل ما فيها، مباراه النجوم قادمه ثم منها الى اثيوبيا، بنشوف مباراه الدوري ازاي وبعد كده بنشوف مباراه العوده ازاي؟ طبعا خلاص من بكره ان شاء الله هنقفل الصفحه دي ونبدا تمريننا عادي وندخل في ماتش النجوم مركزين فيه طبعا، عشان احنا متاخرين في الدوري، مش طبيعتنا ان احنا نكون متاخرين في الدوري، احنا دايما رقم واحد، دايما بنبقى اول الجدول، هو ده هدفنا دايما يعني الحمد لله. جمهور النهارده رغم قله العدد لكن كان ليهم دور وليهم تحفيز وليهم تاثير، عايزين اكتر من كده يا ناصر، عايزين جمهورنا يرجع تاني وعايزين المدرج يبقى مليء، الامر ده اكيد بيفرق معاكم كلاعب الكره داخل الملعب. طبعا طبعا انا واحد من الناس نفسي العب في وسط جمهور النادي الاهلي الكبير ده، احسن جمهور في افريقيا طبعا، وانا ابقى مبسوط جدا 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 لما بيكونوا موجودين، واتمنى ان انا اشارك في وسط الاستاد مقفول زي ما بيقولوا طبعا، وان شاء الله يعني يكون حاجه كويسه لينا. مبروك يا ناصر. الله يبارك فيك. شكرا. بنشكر اكيد الكابتن ناصر ماهر واحد من نجوم النادي الاهلي النهارده، كل اللعيبه كانت على قدر المسؤوليه زي ما اكدنا وقلنا، 16 لاعب، كان عندنا يمكن قلق شويه ان اي لعيب يتصاب، دكه البدلاء كان فيها بعض اللعيبه ممكن كابتن محمد يوسف ما يقدرش ان هو يستفيد بيهم في بعض المراكز، لكن الحمد لله لعيبتنا رجاله قدرت ان هي النهارده تعدي بيها المباراه رغم قله العدد ورغم الظروف ورغم اهدار الفرص الكبيره جدا. ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره في كل اللعيبه، مباراه النجوم ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي، وايضا كمان مباراه العوده تكون من نصيب النادي الاهلي. عوده للاستوديو التحليلي وملعب الاهلي.